اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع ملكات اليد في مصر. نرحب بدعاء حلمي نجمه الفريق. ازيك يا دعاء؟ الحمد لله زي حضرتك. الف مبروك ومنوره الاستوديو. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليك. بنرحب باسراء السيد احد نجوم الفريق، وطبعا بقول لك الف مبروك كمان يا اسراء. الله يبارك في حضرتك، شكرا. اسراء، يمكن احنا نحب نبتدي في البدايات بقى، يعني بدايه الموسم كان عندكم دروب السنه اللي فاتت. الجميل انتوا كنتوا حاسين بده وحاسين ان في دروب، يعني وعدتوا نفسكم ووعدتوا الجمهور ان انتوا السنه الجايه هتبقوا بشكل تاني خالص. الحمد لله. طبعا هي السنه اللي فاتت دي كانت حاجه يعني غريبه علينا، لان احنا الحمد لله طول عمرنا ابطال، فطبعا احنا كان عندنا اصرار ان احنا لازم نرجع احسن من الاول. وكابتن يحيى لما جه احنا اتمرنا يعني ان احنا نصلح نقط الضعف اللي حصلت وكده، والحمد لله يعني قدرنا، وان شاء الله بس ربنا يكرمنا بالدوري عشان نبقى خدنا الثلاثيه ان شاء الله. طب انت يعني شايفه الفرقه متكامله؟ يعني انت حاسه ان فرقتك السنه دي جامده مش ممكن نخسر؟ خلي بالك انا بتكلم على الشعور. أيوة. مش النتائج. انت حاسه ان الفرقه كامله الحمد لله؟ هو الحمد لله احنا اصلا بجد يعني كلنا بيبقى قلبنا على بعض قوي وبنلعب بحماس، وده اللي بيكسبنا. يعني احنا فعلا الماتش اللي فات لما كنا طول الماتش يعني ما كناش يعني في حالتنا قوي، بس اصرارنا ان احنا هنكسب وحماسنا ده اللي خلينا نكسب. انه لا احنا مش هنخسر ومش هنكرر تاني الغلطات اللي احنا عملناها، وده يعني ده اللي احنا بنتميز بيه.